السلام عليكم مشاهدي قناه لوسي تي في، مرحبا بكم في ميكروفون جديد. ميكروفون اليوم خاص بواحد اللقاء لي سبيسيال، لقاء مهم بالنسبه للمنتخب الوطني من اجل الفوز بثلاث نقاط. هو لقاء امام فريق، امام منتخب جزر القمر. خرجنا باش نسولوا الجمهور المغربي هنا بمقربه من الملعب على الاداء ديال المنتخب الوطني هذا اليوم. ما تمشوش بعيد. كيف ما عارف الجميع، راه المباريات الاخيره اللي لعبوا المنتخب في المونديال راه باين، راه عجب كل شيء، راه صافي. شنو كيفاش كتتوقع يكون اداء المنتخب المغربي اليوم؟ لا حاجه باينه، امن يكون بوصوفه ان شاء الله. راه كاين المنتخب، ما كاينش بوصوفه ما كاينش المنتخب. شي كلمه للجمهور المغربي. المغرب كازرك عارفها، فيما مشى معاك الجمهور المغربي، فيما مشى معاك حنا مع الفرقه. معنا، شوفوا معنا واحد مشجع باش تعرفوا حب المنتخب الوطني. معنا واحد مشجع مغربي اللي جا من هولندا. صافا صافا، تبارك الله عليك اخويا، راك فرحان. الله يخليك ديما فرحان، تبارك الله. حق الله المنتخب هو كل شيء. شنو كتقول في الراي ديال المنتخب الوطني في الاداء ديال المنتخب الوطني؟ نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يدوزوا الكاس افريقيا وربحوا لينا شي خطره باش نفرحوا بحال كاس العالم. ضيعنا راسنا، منتخب زوين واللعابه زوينين، خصنا غير نكملوا. دابا بقى لينا الاخره اللي نكملوها ان شاء الله. نتمنى سيد ربي يكملها لينا. كنحبكم وحبوا المنتخب، منتخب لكن المنتخب طالع، حنا طالعين الاعلام كامل ديالنا المغرب ديما في القلب. السلام عليكم. الرساله اللي بغيت نوجهها للجمهور المغربي هو روح رياضيه. كاين واحد الماتش يقدر يكون في التكهنات، هو الفينال ديال كاس العرش، يقدر يكون رجاء الوداد البيضاوي. هذا متمنيات ديال كل شيء، للفيفا للجميع على كل شيء، ولكن بغينا نكونوا حنا بيضاوي ان شاء الله، تكون واحد الروح رياضيه عاليه عاليه اللي نضربوا بها المثل لجميع الفرق الوطنيه وشمال افريقيا. واخا وهذا القميص هو اكبر دليل على بحال الرجاء بحال الوداد. هذا الميكروفون يعني كتحضر فيه جميع الفئات العمريه، فعلا ما سخيناش بهذا الميكروفون. ونتمنى الانتصار للمنتخب المغربي. صافا الحمد لله، كل شيء مزيان. مزيان الحمد لله. كيفاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم المغرب ان شاء الله غادي يكون يفوز بواحد اصابات ولا ثلاثه ولا اكثر. المهم يفوز ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو. كيفاش كتشوف اداء المنتخب المغربي في المباريات الاخيره؟ والحمد لله المغرب غادي كيتطور دابا، وغادي كاين الحمد لله كاين تحسن في الفريق الحمد لله بعد هذه السنوات الاخيره. شي كلمه للجمهور المغربي. والحمد لله كنشكروا الجمهور المغربي ملي كيحضر في هذه المقابلات بحال هكا بالدعم ديالو وسميتو، كيحاول الجمهور المغربي يكون في مستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تكون الفرقه حتى هي كامله ان شاء الله. تبارك الله عليك. نعم، حتى الفئه النسويه هي حاضره معنا في هذا الميكروفون الرائع جدا. اذا صافا؟ صافا بيان الحمد لله. كلشي بخير؟ كلشي بخير، حنا جينا من فاس. تبارك الله. جينا ندعموا المنتخب المغربي وان شاء الله فيف موروكو. كيفاش كتشوفي اداء المنتخب المغربي في المباريات الاخيره؟ الاداء رائع جدا، وكنشوف ان المنتخب يعني تقدم اكثر فاكثر، ونتمنى ان شاء الله مزيد من التالق. بالنسبه لهذا الجمهور اللي حاضر اليوم بعجاله، شي كلمه في حق هذا الجمهور. جمهور رائع، وكنشوفوا الحضور قوي سواء من المغاربه ولا من جزر القمر اللي جايين من جميع اطراف المغرب وحتى من خارج المغرب. وكلمه للجمهور المغربي. وطبعا الفوز ان شاء الله للمنتخب المغربي، ودائما الكره المغربيه متالقه. تبارك الله عليك، تبارك الله.